هنعمل احلى فته، مش بس بحته لحمه عاديه، لا بحته لحمه ضاني وكمان كتف. عايزه اقول لك الكتف من الحاجات اللي بتبقى حلوه جدا، غير انها طعمها حلو قوي، بتبقى مبهجه وبتزين السفره. طيب تعالوا بقى اقول لكم مقاديري علشان اسلق الكتف وعشان احمره وعشان اعمل فته عشان اعمل الممبار. حلقه النهارده حقيقي مبهجه وكلها حاجات حلوه، يلا بينا. اول حاجه علشان اسلق الكتف محتاجه ايه؟ محتاجه مكعبات زبده، زيت، حبهان، مستكه، ورقه لوري، عود قرفه، عود قرفس، ماشي، محتاجه فصين قرنفل، ومحتاجه طماطمايه، بصلايه مكعبات متقطعه اربع ارباع، زي اربع ارباع زي اي ست بيت مصريه اصيله بتقولها، قرن فلفل اخضر حار، وجزر شرايح دواير، وكمان جوزة الطيب، ملح وفلفل اسود. اتفقنا؟ اتفقنا. انا هسلق الكتف وبعدين ادخله الفرن يتحمر يتشوي، سميها زي ما تسميها. هحتاج ايه بقى؟ 3 معالق كبيره صلصه، عليهم معلقه عسل اسود، مكعبات زبده سايحه، وشويه ملح وفلفل اسود، احطها على الصاج وادخلها. طيب فيفيان، انت بقى عملتي ايه في الكتف ده لما جبتيه؟ ولا اي حاجه، انا جبته من عند الجزار زي ما احنا اتفقنا كده، وهروح ايه طبعا لغسلته ولا عرضته للميه خالص. يا جماعه احلى حته لحمه تاكلوها وهي مش مغسوله، صدقوني فايتكوا كتير يا اللي بتغسلوا اللحمه. هعمل ايه فيه؟ هعمل فيه كده، اسفين، هعمل فيه كده شقوق حلوه جدا علشان اولا يتسلق معايا بسرعه، ثانيا بيبقى شكله حلو قوي وهو متاخد ايه الكام شرطه دي. اولا عشان هيتسلق معايا كده بسرعه اهو، ويبقى شكله حلو جدا على الفته بتاعتنا. خلاص طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح اجيب مكعبات الزبده بتاعتي، مهم جدا جدا يا جماعه اللي انا هعمله ده، وسل اللحم عموما انا بحب اعمل الخطوه دي، ولكن الضاني محتاج توابل كتير شويه. اي حد ما بيحبش الضاني صدقوني لو دقها بالطريقه دي بطريقه السلق دي هينبهر بيها، وريحتها هتجنن، والشوربه بتاعتك والفته بتاعتك هتكون مختلفه جدا. يلا هنحط ايه؟ حته زبده حلوه في اكبر حل عندك، خلي بالك، ماشي، وعليهم شويه زيت حلوين. انا هحمر الكتف ده قبل ما اسلقه. يلا بقى التوابل بتاعتنا الحلوه، عندنا ايه؟ عندنا هنا ورق لوري وعود قرفه، الله على الروايح، وقرنفل، ماشي، مستكه، فصين، عندنا هنا حبهان، ماشي، وكمان احط الملح والفلفل الاسود. ادي الملح وادي الفلفل الاسود. خلاص بصوا بقى ايه اللي يحصل، الروايح كلها طلعت لي. اعمل ايه؟ اهو انزل، واو، الكتف بتاعي اهو. هعمل ايه؟ هحمره وارش عليه بقى رشه جوزة الطيب. الله على النكهات والله على الروايح، مش عايز اقول لكم هتعجبكم ازاي. بصوا بقى كده انا بحمره، بديله اولا السيرنج ده بيعمل فيه ايه؟ خليه محتفظ بالسوائل، محتفظ بالاطعمه، بيخليه طعمه حلو جدا لانه واخد من كل التوابل دي، طعمه حلو قوي قوي. بصي صدقيني جربي ان انت ما تغسليش اللحمه الضاني، هتلاقي طعمها احلى بكتير من ان انت بتغسلي عموما اي لحمه، طبعا الكبده والكلام ده كله، ولكن يعني انا ببتك مرارا وتكرارا عشان طبعا ده عيد اللحمه وعيد الضاني وعيد كل حاجه حلوه، ما تغسلوش اللحمه وخصوصا الضاني. الموضوع هيختلف معاكم. بصوا بقى بحاول، الله، بصوا بقى بياخد اللون ده ازاي، شايفين اخد اللون ده خطير ازاي اهو، يا نهار ابيض. لا مش لون وبس، ده لون وطعم يا جماعه، لون وطعم اهو. اوقفه كده كمان علشان ياخد لون من الناحيه دي، حاول اتصرف كده حتى لو الحله صغيره، حاول ايه اتصرف فيه، تمام، بس كده. وبعدين هحط عليه ايه بقى؟ هحط عليه شويه بصل حلوين كده، قرنين فلفل، طعم يا جماعه طعم، شويه جزر،
خلاص دي عندي كرفس مهم قوي في اي شوربه. في اي شوربه بتعملي شوربه فراخ، بتعملي شوربه لحمه، بتعملي شوربه دوني، اتفرجي على طعم وريحه الكرفس في الشوربه. بس كده يبقى انا حطيت ايه، زبده، شويه زيت، التوابل بتاعتي، وبعدين حطيت عليها ايه، حطيت عليها توابل ايه، لوري، عود قرفه، حبهان، قرنفل، فلفل اسود، ملح. طبعا مش بجبرك كله، ممكن جدا اللي موجود عندك اهو، واديله كمان كده، ممكن اللي موجود عندك مش شرط كله، تمام. طيب وبعدين زي ما انتوا شفتوا اديت لون من هنا واديت لون من هنا كمان اهو، بصوا اخد لون من هنا ومن هنا، وبدا اللحم ازاي يفتح. عايزه اقول لكم ريحه حلوه قوي، الريحه تجنن. هعمل ايه بقى، انزل عليه بميه سخنه، مهم جدا انزل عليه بالميه السخنه بتاعتي. سامعين الصوت ده بقى؟ لو احتاج ميه تاني لازم احط له ميه سخنه، ما ينفعش احط له اي ميه غير انها تكون سخنه. ليه بيقولوا الملح بيشد خالص يا جماعه؟ المهم التسويه، اللي بيشد سوى اللحمه الغلط، اللي هو ايه؟ اللي هو احطها على نار عاليه طول الوقت. امال ايه؟ لا، الصح ان انت تعملي ايه؟ الصح ان انت هتسيبيه يغلي لمده ربع ساعه، نص ساعة يا ستي، تمام. وبعد النص ساعة، بعد الربع ساعة تعملي ايه؟ هتهدي النار، هتهدي النار وتسيبيه يستوي على اقل من مهله. اي حتة لحمة لازم تعملي فيها كده، حتى الفراخ لازم نعمل فيها كده، بس الفراخ طبعا اقل، انا بتكلم ربع ساعة نص ساعة علشان ده ايه، ده كتف خلاص. ولكن حتة اللحمة العادية المتقطعة بسيبها تغلي ربع ساعة وبعدين هدي النار. هنا ممكن اسيبه نص ساعة، ليه؟ علشان يغلي وياخد وقته، وبعدين اهدي النار اقل حاجة. ان هو كده بتجهيزاتنا كلها، مش عندنا في النص وبعدين لتحت، مش اللي تحت، مش اللي فوق قوي، علشان مش بسوي رز شوربة. واسيبها بقى تبقبق، ينزل لي كل الاطعمة، يخلي لونه من جوه لونه روز خطير، مش كده وبس، كمان هيكون طعمه خطير ومستوي حلو جدا ومبيشدش بقى ولا اي حاجة. طيب هغطيه، بس عايزة احاول انزله. عارفين حلة الشاورما كانوا بيسموها حلة الشاورما؟ احنا محتاجين حلة شاورما الكبيرة دي اهي، بس كده يدخل معانا هنا. العضمية هي دي اللي ايه مخليه مش عايز يدخل، بس هتصرف وادخله، يطرى بس معايا شوية وادخله اهو، هيدخل. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا بقى نعمل شوية رز لزوم الفتة. طيب هنعمل الرز ازاي، وازاي يبقى طعمه حلو جدا وواخد من نكهة الشوربة ويتاكل حاف لوحده؟ هجيب الحلة بتاعتي وهقول مقادير الرز بتاع الفتة، يلا بينا. مقادير رز الفتة، هحتاج ايه؟ هحتاج برضو مكعبات زبدة اهي. انا استنى بس، انا هروح اهو، انا اهو خلاص كده. طيب محتاج ايه؟ محتاج مكعبات زبدة، محتاج شوية زيت برضو، حلاوة الرز لازم نحط له شوية زيت، وسمنة بلدي يا سلام، حبهان برضو، هحتاج مستكة، ورق لوري، ملح وفلفل اسود، وطبعا احنا هنعمل اكبر طبق فته، فمحتاجه كيلو ونص رز ابيض مصري مغسول وجميل، وعيش بلدي طبعا متحمر اهو، بشويه ايه، توم وزبده في الفرن، او طبعا بلدي بلدي، ما ينفعش اي حاجه تانية في الفته دي، لازم عيش بلدي، في توم وزبده، يا اما عايزه تحمريه على النار حلو قوي، مش عايزه تحمريه على النار وتحطيه في الفرن هيبقى حلو جدا برضه. خلاص طيب تمام، هعمل ايه؟ اسهل حاجه اهي، هحط عندي هنا الزبده برضو، واحط عليها شويه زيت. طبعا الشوربه هاخدها منين؟ سلق اللحمه،
الشوربه واخدها من سلق اللحمه واحط فيها عودين لوري وبرده فصين حلوين حبهان وكمان رشه حبهان بسيطه كده، انا عايزه اعزز الطعم على قد ما اقدر، وكمان فصين مستكه اهو. خلاص طيب اجيب بقى الرز بتاعي معايا واقلب واحط الملح والفلفل الاسود. خلي بالي ان انا عندي هنا ايه، ان انا عندي هنا شوربه خلاص، فمش هحدقها قوي، انا ما حطيتش هنا شوربه يعني ملح كتير. واروح نازله بايه، بالرز بتاعي مقلباه حلوة قوي في كل ده. الرز بتاعي مغسول تمام تمام واقلب بقى تقليبة حلوة، اخد كل الاطعمة والحاجات الحلوة دي معايا اهي. عايزه اقول لكم الرز يعني حلاوته في شويه الحبهان، ورقه اللوري اللي احنا حاطينها، والشوربه طبعا اكيد، والشوربه. الروايح طلعت يا جماعه، احنا هنا بنعيط. طيب اروح بقى اجيب الشوربه بتاعه اللحمه، شوربه اللحمه اوكي، اروح جايباها بقى. وانا طبعا سلقت اللحمه، بس هي اللحمه هتتسلق عندي زي شكرا، اللحمه هتتسلق عندي زي الكتف بالظبط، بس انا سبقتكم ايه وسلقت اللحمه اهو. اخد بقى، بصوا يا جماعه بصوا المرقه عامله ازاي بتاعه اللحمه، بصوا بنفس التفاصيل اللي انا سلقت بيها الكتف هي اهو، شايفين عامل ازاي، شايفين المرقه عامله، والريحه تجنن، حلوه قوي حلوه قوي. ليه سلقت اللحمه زي ما سلقت الكتف؟ اخد بقى من الشوربه دي واحط على الرز، مش هحط كلها من الشوربه ماشي، هحط شوربه وهحط ميه سخنه، يبقى برضو انا مش هحط كله شوربه، برضو ايه نخلي بالنا الاكل بتاعنا يعني، نحاول هو طبعا النهارده يوم الدسامه العالمي، بس نحاول ان هو ما يكونش ايه دسم قوي، فهستخدم اهي شوربه على ايه الله، والباقي طبعا دي عشان نسقي بيها الفته، وميه سخنه. واسوي الرز بتاعي، عرفتي بقى رز الفته حلاوته في ايه؟ في شويه الحبهان الحلوين، حلاوته في الورقتين اللوري والشوربه. خلاص طيب انا كده عملت تحضيراتي لاعظم طبق فته ممكن ان شاء الله تنفذوه النهارده وتتبسطوا بيه انتوا وكل حبايبكم. تمام بقى للكتف الحلو بتاعنا ده، يلا بينا اهو نشوفه ماشي. طبعا حاولت ان انا ادخله، قطعت منه حته اهو، وهفضل بقى اقلب فيه كده لحد ما يستوي. بعد ما يستوي هعمل له الخلطه الخطيره بتاعته هي ايه، وادخله الفرن. هي ايه الخلطه دي؟ يلا بينا نقولها علشان انا هعملها دلوقتي اهي. ماشي تعالوا نقول ايه الخلطه بتاعه شوي الكتف او تحميره زي ما انتوا عايزين. طيب مقاديري ايه بقى؟ عسل، زبده هسيحها، وشويه صلصه وملح وفلفل اسود. خلاص اتفقنا خلاص، ده استوى ماشي، ده استوى. الحركه اللي انا هعملها دي يا جماعه تحليه بعد السوى تمام اهي. هعمل ايه؟ هروح جايبه كده. عايزة حاجة بس كده اهي، ونجيب الله. انا طبعا اللي قطعته منه حطيته طبعا يتسلق معاه اهي،
عندي بقى في صينيه حلوه كده، وعندي كده دي كمان الحته دي اللي انا قطعتها. الله على الريحه، مش عايزه اقول لكم الريحه هنا تحفه ازاي. خلاص بس كده، هي دي الحتتين اللي انا قطعتهم، وهو سخن الفرن طبعا عندي شغال وهو سخن يا جماعه. اروح جايبه الزبده وحطاها كده الاول ايه عليه اهي. بصوا هنلاقيها ايه، الزبده بتسيح. خلاص اهي هنلاقي الزبده ايه هنا بتسيح، وبعدين رشه بسيطه من العسل الاسود. يا سلام يا سلام على الطعم واللون، محدش هيصدق بجد ان الحاجه دي انت مش شارياها، انت اللي عاملاها. طبعا تسلم ايديكي يعني اهو. خلاص انا اديت لها ايه رشه عسل، الاول الزبده رشه العسل وكمان الصلصه، واجي بقى حبه ايه حبه ملح خطيرين كده على الوش. خلاص وحبه كمان فلفل اسود على الوش. تمام 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 تمام، هدخله الفرن. خلاص وهو في الفرن هنعمل ايه؟ طبعا هنعمل فتتنا الخطيره، وهقول لكم تريكاتي كده البسيطه اللي هتخلي الفته دي من اول قطمه لحد اخر القطمه كل حاجه فيها شاربه من الاطعمه اللي احنا عايزين نحبش بيها فتتنا. هدخل ده الفرن وهستناكم فاصل صغير بسرعه وارجعوا. اللي ناقصنا؟ ناقصنا ايه بقى؟ نحمر اللحمه بتاعتنا ونطش طشه الفته. طيب اول حاجه عشان احمر اللحمه، يا اما سمنه يا اما زبده وزيت اللي انتوا عايزينه. عندي طاسه كبيره اهي، واحط برده فيها كميه حلوه جدا من الزبده. عايزه اقول لكم في ناس ما بتحبش اصلا اللحمه متحمره، طبعا دي اذواق. تسخن عندي لازم تكون سخنه، انا مش بحب احمرها، بحب يعني عارفين اديها الطعم التحمير كده، وارش لها رشه ملح وفلفل اسود، بس ما بحبش انشفها. في فرق من ان انا احمرها تحميره حلوه وان انا انشفها. بصوا بقى اللحمه الخطيره بتاعتي، برضو دي لحمه ايه، لحمه ضاني. طبعا لو عايزين اي قطعيه لحمه تانية بقري هنستخدم طبعا ايه الموزه اهي. صدقوني لو جربتوا اللحمه يا جماعه بالطريقه دي هتحبوها. اي حد ما بيحبش الضاني هيحبها وهيغير رايه فيها اهي. خلاص طيب، طبعا احنا محمرين الطشه بقى، حلاوه الطشه لما اشيل اللحمه، حلاوه الطشه لما اشيل اللحمه. بس انا هعمل ايه، انا هعمل الطشه بتاعه الفته اللي بصلصه في طاسه ثانيه، بس هستنى طشه التومه هنا اطلع البهاريز دي كلها واعمل فيها ايه الطشه بالتومه. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي، هستنى لما هتتحمر عندي واعمل الطشه بالتومه في طاسه ثانيه. طيب مقادير الطشه بالتومه بتاعتي بتقول ايه اللي هي بالصلصه بقى. طيب هقول لكم الطشه بالتوم والخل للشوربه هحتاج ايه. هحتاج توم مفروم كتير، مكعبات زبده، نص كوبايه خل. تمام دي طشه التوم والخل دي علشان هحط فيها شوربه
ودي هسقي بيها كل الفته. تمام، ركزوا معايا كده. وبعدين بعد ما ارصص فتتي خلاص واحط لحمتي، هروح عامله ايه، صلصه مع برضو توم وكمان شويه زبده وملح وفلفل اسود وحبه بسيطه خل. فاهميني؟ طيب هبدا ايه، انا قلت هنا هعمل اللي بالصلصه، فهحط هنا ايه، زبده، احنا يومنا زبده النهارده بس مش هقطش. وكمان هحط فيها شويه توم، هنا توم الله على الروايح خلاص، واطشها بشويه خل اهي. التومة عندي يا جماعة بحبها بس تاخد لون ريحة، التومة بتاعت الا الفتة ما ينفعش تكون غامقة خلاص. واخد ايه، الصلصة بتاعتي وبرضو ملح وفلفل اسود وبرضو ملح وفلفل اسود اهي. طبعا احط لها شويه ايه، ميه، لا طبعا شوربه، شوربه خطيره، شوربه اللحمه او شوربه الكتف، دي ثروه يا جماعه اهي. واقلبها، دي بتاعه ايه، زي ما بتقولوا كده التقديم، دي اللي هقدم بيها بقى. كمان شوربة اهي، وقلب تقليبة حلوة وبرضو رشة بسيطة ملح، رشة بسيطة فلفل اسود خلاص. اركن دي على جنب، هشيل بس دي الاول عشان بدأت تنشر ثقافتها. وتعالوا بقى ايه، نقلب اللحمة بتاعتنا. الله، زي ما بقول لكم انا بحب اديها لون ما نشفهاش، بصوا لون الزبده وطعم الزبده بقت خطيره عندي اهي. خلاص هجيبها هنا عشان اعرف اتحكم فيها. تعالوا بقى نجيب طبق، نطلع اللحمه بتاعتنا ونعمل بقى الطشه بالتومه بقى اللي بالخل بقى، و تجنن. يلا نجيب طبق ونطلع اللحمة بتاعتنا. يلا اهو، وفي نفس الطاسة هنزل بقى بالثوم اللي هسقي بيه الفتة كلها. انا عاملة صوصين، انا عاملة صوصين، صوص للطشة، مش هينفعش اقول على الفته صوص، لا يا جماعه لا، اسمها الطشه بالتومه للفته كلها وبالصلصه علشان على وش الفته. لازم يا جماعه واحنا الاكله دي ليها استمتاعها، ما ينفعش اقول عليها صوص، ده يعني ده عيب في حق الفته والله. خلاص اهي، هاجي بقى احط التوم بتاعي واحط ايه بقى، مش انا هرش بس رشه فلفل اسود هنا بسيطه ورشه ملح. وتعالوا بقى ننزل بالثوم كله هنا ونقلب تقليبه حلوه بالروايح الحلوه دي كلها وطعم اللحمه. الريحة تطلع وانزل بايه، بالخل زي ما اتفقنا اهي. وتوصوا بقى بالخل هنا ليه، عشان انا احط شوربة هنا اهي. ننزل بايه، بالخل خلاص. في ناس تحب الخل حلو قوي ومظبوط فيها، وفي ناس تحب قليل، وفي ناس ما تحبوش خالص، برضو يا جماعه اختياري، بس ما ينفعش. طب مفيش فته من غير خل. واعمل ايه
انزل بيه الشوربه بقى هنا. شايفين انا عملت ايه؟ نزلت بقى بالشوربه هنا اللي هسقسق بيها على الفته كلها. جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين يا جماعه؟ لازم صينيه الفته. كل سنه وكلنا طيبين يا رب بقى. ويلا بقى نحط العيش بتاعنا كميه حلوه كده، ونحط الرز بتاعنا كمان اللي احنا عملناه مع بعض اهو. بصوا استوى وخطير ازاي، ريحته تجنن اصلا يتاكل حاف. شارب من ايه؟ من الشوربه، وشارب كمان شويه توابل ما حصلتش، بس انا ما حطيتش كله شوربه. طبعا نعملي بقى المقدار اللي يكفيكي. احنا عملنا للصينيه دي كيلو ونص علشان نملاها كده وايه ونعيد معاكم. بس كده طبعا كل، بصوا يا جماعه الرز بصوا مفلفل وخطير ازاي، ريحته وطعمه مختلفين. بس كده لحد اخر فتفوته اهي. نعمل ايه بقى؟ نجيب الكتف بتاعنا ونحطه ونوزع لحمتنا. زي ما قلت لكم اللحمه بقى كل واحد يذوقه، زي ما شفنا في ناس تحب البقري، في ناس تحب الضاني، في ناس العيد ده بالنسبه لها ما ينفعش غير ضاني، في ناس لا مش قادره تتقبل الضاني. طبعا المهم من الخير في كل البيوت. بصوا بقى، بصوا دي الشوربه اللي انا قلت لكم عليها ايه اهي. دي الاول، استنوا عشان ايه ايديها سخنه مكان العين الثانيه، هاخدها كده واروح بيها هنا خلاص. ويلا بقى نسقسق على الفته. انتوا متخيلين الطعم؟ انتوا متخيلين اكيد، عشان مش بعيد تكونوا دلوقتي اصلا قاعدين بتتغدوا وبتتفرجوا علينا، يعني اكيد يا رب دايما متجمعين، يا رب يا رب انا وانتوا يا رب دايما بنحتفل بكل الاعياد مع بعض. بصوا بقى اهم حاجه ان الشوربه دي توصل لكل فتفوته في اللحمه. الشوربه دي لازم توصل لكل فتفوته في اللحمه، سوري في الفته، مش تقولوا لي في الفته اهي. دي مش للزينه، دي للطعم كده اهي. دي للطعم، دي مش للزينة. امال فين للزينة؟ الزينة اللي هنحطها دلوقتي. الاول اروح اجيب الكتف، يلا بينا. الله يا جماعة، يا جماعة هنا في عيد بجد وحق وحقيقي. اخد انا سبتها فين اهي. بس بصوا بقى، بصوا بقى، بصوا اللون، بصوا اللون خطير ازاي. ماشي اخده بقى واوديه على الفته بتاعتي. كان في هنا حاجات يا رجاله بشيل بيها اهي. نعم ماشي، اخده بقى واحطه الله على الفته، والحته دي طبعا مش هسيبها. وانزل بقى باللحمه هنا هنا كده ورصصها اهي. شايفين؟ الله الله الله. الحته دي كمان، معلش يا سعيد عايزين نشيل ده. نيجي بقى دلوقتي لايه؟ للفته الصلصه بقى
نعمل بيها هنا كده ايه بس كده. ليه؟ ليه الزينة؟ انما للطعم اللي احنا عملناه. الشوربة لما حطيناها فيه الطشة بالتومة اهي، دي بقى كده بتطعم لي الحاجة. بس الاساس عندي موجود، لان ما ينفعش احط صلصة كتير هنا. لا لا اهي بصوا عاملة ازاي يا جماعة. نيجي بقى للممبار، عايزين بس نطلع الممبار ده وحتة كده. نيجي بقى للممبار نرشه حلويات هنا كمان. امال دي صينية العيد يا جماعة. كل سنة وكلنا طيبين يا رب. الممبار ده بقى الحلويات بتاعتها بس كده. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ وادي بقيت الممبار هطلعه هنا كمان في الطبق بتاعي، ويبقى خلصت احلى سفرة لأحلى لمة وأحلى صحبة وأحلى عيلة، عيلة كل يوم أكلة معايا مع فيفيان. يا رب يا رب دايما يتعاد علينا كلنا الأعياد بخير وسلام على مصرنا الحبيبة وكل شعبها والعالم العربي كله، يا رب بكل خير وسلام، يا رب كل البيوت فرحانة وما ناقصها حد أبدا ومبسوطة. بصوا أنا بتهيألي يعني مفيش أحسن من كده. محتاجين بقى كمان العيش بقى، الناس اللي بتحب يعني، أنا مثلا منهم أحب إيه؟ أحب جدا سندوتشات الممبار بالسلطة والعيش، بتبقى خطيرة خطيرة. ممكن بقى صورة مع الفتة بتاعتي لو سمحتوا؟ ممكن صورة مع الفتة؟ أهي براحتكم براحتكم. ممباري معلش. كل سنة وكلنا طيبين، يا رب يتعاد علينا كلنا الأيام بخير. مبسوطة جدا جدا أنا يعني عملت معاكم فتة النهاردة زي ما كل البيوت المصرية فيها فتة ولحمة النهاردة. يا رب أبدا ما ينقصكم حد غالي ولا عزيز على سفرتكم، ودايما البسمة والفرحة في كل البيوت. بحبكم جدا جدا جدا، وعيد أضحى مبارك، وكل سنة وكلكم طيبين، وبحبكم وأشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة قوية جدا من حلقات عيد الأضحى. أشوفكم على خير.